يسعد مساكم. بدي ارجع كمان مره بدي احل الفرع دال من السؤال الثاني، لانه كان الصوت والصوره مش مضبوطات مع بعض، عشان هيك لاحظت انه في سرعه في الحل، ومش سرعه بس لانه كان في الصوت مش مرتبط مع الصوره. بدي ارجع احل السؤال الثاني فرع دال اللي هو الشكل الثالث. السؤال الثاني صفحة 23، ميم السين، سين تكعيب، اثنين سين تربيع، ثلاثة سين زائد ستة. هسا بالنسبة لباء على جيم المحتملة، هاي معاملها واحد وهاي ستة. الآن القيم اللي هي ستة على واحد تساوي ستة. الآن في عدة بدائل، ثلاثة زائد أو ناقص اللي هي معامل الستة، اثنين زائد أو ناقص، واحد زائد أو ناقص، ستة زائد لأنه المقام واحد. هاي الأعداد كلها بنجربها، نجرب أحد عواملها يطلع معاي المعادلة. حكينا برضو في الفيديو الأولاني إذا كل العوامل موجبة، الحدود موجبة، مستحيل يكون العدد موجب، لأنه موجب زائد موجب زائد موجب زائد موجب ما بيطلع صفر. فنجرب من الأعداد السالب، لكن هون في حد سالب، إذا ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب. الآن لما نجرب مثلا نجرب اثنين، لو نجرب ميم اثنين، اثنين تكعيب ثمانية، اثنين بأربعة ثمانية، ثلاثة باثنين ستة زائد ستة بيطلع 12. إذا هذا مش من الأصفار المحتملة. خلينا نجرب عدد ثاني، السالب واحد مثلا، ميم السالب واحد بدك تجرب. هي مشكلة المادة، هاي سالب واحد ناقص اثنين سالب ثلاثة زائد ستة، هاي سالب ستة زائد ستة صفر. بناخذ العدد هذا اللي هو الصفر، صار هذا صفر مش صفر محتمل، صفر صفر أكيد. معامل سين تكعيب اللي هو واحد، سين تربيع سالب اثنين، سين ثلاثة، والثابت ستة. نشتغل على القسمة التركيبية اللي تراجعوها اللي هو الدرس اللي قبل هذا الدرس الأول. ننزل الواحد نضرب وبنجمع، سالب واحد ضرب سالب ثلاثة ثلاثة وبنجمع، نرجع نضرب، لازم الباقي حكينا صفر. هذول عوامل من الدرجة الثانية أقل درجة. فميم السين بصير واحد سين تربيع ناقص ثلاثة سين زائد ستة. هسا عندي معادلة تربيعية طبعا مضروبة بسين زائد واحد. لاحظوا شغلة، سالب واحد كصفر لكن كعامل طلع شو بصير فيه، عكس إشارته كقوس، وهذا اللي هو بالنشاط اللي راح أحل لكم إياه اليوم. هاي المعادلة عددين ضربهم ستة وجمعهم سالب ثلاث ما في، بس بنتأكد ألف واحد وباء سالب ثلاثة وجيم الثابت. بنروح على المميز، قانون باء تربيع ناقص أربعة الجيم. يا ريت تراجعوا الأساسيات اللي أخذناها خلال أسبوعين، كل هذا مشروح في الأساسيات لأن المادة كلها تراكمية، بما أن السالب أكبر إذا لا تحلل. معناها عوامل ميم السين الأولية هي عند سين زائد واحد والمعادلة التربيعية التي لا تحلل. الآن نأخذ كمان مثال، فمثلا نأخذ العوامل الأولية لقاف السين، اثنين سين تكعيب ناقص سين ناقص 14. هسا بدنا نشوف باء على جيم اللي هي 14 على 2. هسا في المحتملة عندي 7 موجب وسالب، و14 موجب وسالب، و2 وموجب وسالب، و1 موجب وسالب، و14 اللي كتبناها أول شيء. بدنا نجرب واحد منهم يزبط معي الجواب يطلع صفر. هسا أنا جربت 2، طبعا بدك تجرب اثنين، ما اسمها بالتجريب، إيجاد الأصفار المحتملة بالتجريب. ثمانية في اثنين 16 ناقص 16 صفر. هلا بناخذ العدد هذا اللي هو الصفر اللي أوجدناه وبنحطه داخل بلوك وبنشتغل على القسمة التركيبية، معامل سين تكعيب، معامل سين تربيع، سين وثابت. معامل سين تكعيب اثنين، صفر، سالب واحد،
سالب 14 نرجع نفس الأسلوب، 2 باثنين 4 بنجمع 8 هاي 7 14 هاي 0 الباقي. تنتج عندي معادلة تربيعية، أنا تعمدت أن أجيب معامل الحد الأكبر مش واحد، 4 س زائد 7 طبعا هذا ق في س يساوي في س ناقص 2، لاحظها هاي موجب صار العامل إيش س ناقص عكس الشرط دائما. هلا هاي المعادلة التربيعية أنا دائما بنصحكم لما يكون في معامل لس تربيع بفضل المميز، المميز ب تربيع اللي 16 ناقص 4 ضرب 2 ضرب 7 اللي 8 ب 7 56 راح يطلع سالب، إذا لا تحلل. في هاي الحالة العوامل الأولية 2 س تربيع زائد 4 س زائد 7 وعندي س ناقص 2 وبنتهي بهالحل في هاي الخطوة. نيجي الآن على النشاط اللي أعطيتكم إياه قبل ما أبلش فيه. مثلا لما يجي يكتب لي سؤال بالشكل التالي، إنه زي سؤال اللي هو سؤال 5، سؤال 5 بيقول لك جد كثير حدود من الدرجة الثالثة أصفار 1 وسالب 2 و4. خلوا لي إياه شوي هذا، هنا بديكم سؤال زيه مثلا، أوجد كثير حدود، خلينا نبلش معاكم من الدرجة الثانية أصفاره، هسا درجة ثانية مستحيل يكون أكثر من صفرين جذرين يعني، مثلا 3 وسالب 5 ترى شو نسوي؟ الثلاثة يعني س ناقص 3 العامل، الناقص 5 يعني س زائد 5، إذا قاف الس بيكون عبارة عن س ناقص 3 بس زائد 5. تطلع القاعدة يا بتكتب س ناقص 3 س زائد 5 بسموها الضرب العمودي، أو س في س س تربيع س في 5 5 س ناقص 3 في س ناقص 3 س ناقص 3 في 5 ناقص 15. بنجمع الحدود هاي قاف السين. هلا هاي المعادلة التربيعية اللي بتشبه ألف س تربيع ب س زائد ج، أو على صيغة الكتاب أنا يعني مش حاب أستخدم لأنه هاي بستخدم أكثر شيء بالتوجيه. السين تربيع بيكون المعامل تبعها ألف اثنين، السين قوتها واحد معناها ألف واحد، والثابت اللي هو ألف صفر. فإذا طلب مثلا طلب أوجد عوامل الحدود الألف اثنين قيمته واحد، الألف واحد قيمته اثنين، والألف صفر اللي هو الحد الثابت سالب 15 بالشكل هذا. لو أجي معي مثلا مثال بالشكل التالي، بدنا كثير حدود، قاعدة كثير حدود من الدرجة الثالثة أصفاره مثلا واحد وسالب اثنين وثلاث، الواحد بصير س ناقص واحد، السالب اثنين بيكون س زائد اثنين، والثلاثة س ناقص ثلاث عكس الإشارة، لأنه إحنا إذا بتتذكر مثلا س ناقص اثنين بنسوي صفر، شو بصير س تساوي اثنين، فهي الصفر شو أصله كان ناقص عكس إشارته. فقاف السين بالشكل هذا، وبنضرب زي قبل شوي، يا بتضرب حدين مع بعض أو عمودي. هاي بالنسبة للتفسيرات اللي سألتوني عنها اليوم. خلينا نرجع للنشاط، ورقة النشاط، بس خلينا نرجع للسؤال الأول اللي هو النشاط، الورقة اللي أعطيتكم إياها ورقة العمل. إذا كان باقي قسمة قاف على ها سين، سين ناقص اثنين يساوي أربعة. خلينا نترجم فقرة فقرة في السؤال. هلا لما نحكي ها سين، سين ناقص اثنين، إذا الصفر المحتمل هو اثنين. هذا العدد لما أوظف قاف السين، طبعا هذا الحكي أخذناه في نظرية الباقي ونظرية العوامل، لازم يطلع الباقي، الباقي اللي هو معطيني إياه في السؤال يساوي أربعة. إذا قاف اثنين كم تساوي؟ أربعة. بنروح على ميم السين، وكان ميم السين يساوي 2 قاف السين ناقص 2 سين زائد 7، فإن باقي قسمة ميم السين على ها سين اللي هو نفس العامل اللي هو 2 يساوي، شو بنسوي؟ بنروح على ميم 2، 2 بنعوض 2 في ميم السين، 2 ضرب 2 زائد 7 تمام. هلا قاف 2 كم قيمتها؟ 4، يصير 2 ضرب 4 ناقص 4 زائد 7 8،
ناقص 4 4 و 7 11. فإذا الباقي قسمة ميم السين على ها سين يساوي 11 بالشكل هذا. هي بتعتمد بصراحة على نظرية الباقي اللي أخذناها في الدرس الماضي. نيجي على النشاط الثاني. أوجد قاعدة كثير حدود من الدرج الثاني الذي أصفاره 2 وسالب 3. مجرد ما أحكي لي أصفاره 2 وسالب 3 معناها س ناقص 2 وس زائد 3. إذا قاعدة قاف الس بتكون س ناقص 2 وس زائد 3. تضربها راح ينتج معك س تربيع زائد س ناقص 6. هاي بالنسبة للمسألة الثانية. نيجي على المسألة الثالثة. كثير حدود من الدرجة الثالثة أصفاره سالب 1 و2 وسالب 3. هاي معناها س زائد 1 العامل. بنحول الصفر للعامل. س ناقص 2 وس زائد 3. هاي هيك بيطلع قاف الس وبضربه. بتضرب بتضرب نضربه هاي بصير س تربيع ناقص س ناقص 2 مضروب بس زائد 3. يطلع الناتج س تربيع في س س تكعيب س تربيع في 3 3 س تربيع ناقص س في س ناقص س تربيع وناقص س في 3 ناقص 3 س. سنيجي على العدد هذا ناقص 2 س وناقص 2 في 3 ناقص 6. بنجمع حدود س تكعيب زائد 2 س تربيع ناقص 5 س ناقص 6. هذا العامل اللي هو ألف ثلاثة بيكون واحد. إذا بده العوامل ألف اثنين اثنين، ألف واحد سالب خمسة، وألف صفر اللي هو سالب ستة. أنا راح برضو أرجع المشكلة في مادة الرياضيات، وهذا كتير بواجهه في التوجيه. يفكروا إنه كل موضوع منفصل عن الآخر، وهي أكبر غلط عند بعض الطلاب. المفروض ندرس المادة نربطها كامل. يعني لما ناخذ الدرس الثالث اللي هو هذا اللي هو التحليل لازم نراجع نظرية الباقي والعوامل والقسمة التركيبية والقسمة الطويلة عشان تربط المادة مع بعض، عشان تقدر تحل تربط أنشطة. لأن يعني النشاط اللي معطيكم إياه بيكون مربوط بثلاث دروس أربع دروس. كل ما ناخذ درس جديد برجع بربطه إياه مع الدرس اللي قبله. في طلاب سألوني عن السؤال الأول صفحة 23، وشو كاتب لك؟ جد الأصفار المحتمل لكل من كثرات الحدود الآتية. مثلا في العرف قاف السين 6 سين تكعيب ناقص 18 سين زائد 12. هاي هذا العدد وهذا العدد اللي باع على جيم 12 على 6 اللي هي يساوي 2. هسا شو الأصفار المحتملة أنا المفروض نحلها؟ 2 وسالب 2 و6 وسالب 6 وثلاثة وسالب ثلاثة وواحد وسالب واحد واثناش وسالب اثناش. بدك تجرب واحد منهم يطلع معك صفر بالشكل هذا. هو بس طالب الأصفار المحتملة اللي هي هذا المعامل على المعامل هذا، وتشوف العوامل الموجب والسالب. بس طيب نأخذ مثلا هذا المثال. بدنا نحلل هاي العوامل الأولية. هسا عندي سالب أربعة تقسيم واحد اللي هي سالب أربعة. هسا العوامل زائد أو ناقص واحد، زائد أو ناقص اثنين، زائد أو ناقص أربعة. جرب الواحد قاف الواحد طول بالك. هي المشكلة في هاي إنها بدك تجرب احتمالات اسمها احتمالات. زبط. هسا في هاي الحالة بنرجع كمان مرة. هاي الواحد سين تكعيب سين تربيع سين الثابت. سين تكعيب واحد، سين تربيع أربعة، سالب واحد، سالب أربعة. بنزل واحد، هاي واحد، هاي خمسة، هاي خمسة، هاي أربعة، أربعة صفر. بصير هاي من الدرجة الثانية قاف السين سين تربيع خمسة سين زائد أربعة في سين ناقص واحد. نحلل هاي ضربهم أربعة جمعهم خمسة سين زائد واحد سين زائد أربعة في سين ناقص واحد. فهي الأصفار المحتملة، هاي العوامل الأولية، هاي سين زائد واحد وسين زائد أربعة وسين ناقص واحد. اللي برجو منكم إنكم قبل ما تحلوا أي نشاط أو أي تدريب في الكتاب أو أي سؤال إنه تراجعوا المادة كلها كاملة اللي هي أول ثلاث دروس عشان تقدر تربط المادة مع بعض. إن الأسئلة ما بتيجي على سؤال، يعني مش كل الأسئلة بتيجي بنفس الدرس، ممكن يربط لك إياها في الدرس اللي قبله واللي قبله. ويعطيكم العافية، وإن شاء الله أنا جاهز لأي استفسار.